وأيضا نتحول إلى اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا. أرحب بك سيادة اللواء معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. هل فهم شخصية نتنياهو وتاريخه ومواقفه وتصريحاته في أنه لا يريد السلام أبدا مع العرب وبأنه يريد أن ينفذ مخطط إسرائيل الكبرى، هل فهم هذه الشخصية يمكن أن يفضي بنا إلى أن نفهم ما هي الخطوة التالية النتنياهية بعد محور فيلادلفيا؟ مساء النور عليك وعلى حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا هذه الشخصية لنتنياهو هي شخصية تعارض الطبيعة، شخصية تعارض الواقع. نتنياهو بيصدر أوهام للشعب الإسرائيلي وللعالم كله، نتنياهو بيصدر أكاذيب للموقف الداخلي والدولي، لأن حكومة نتنياهو تفتقد للرشادة والعقلانية وتتبع الحماقة السياسية. حماقة سياسية بمعنى الشطط في التفكير وفساد العقل، وهي ناتج للفاعلين السياسيين في الدولة، وهم مثلث الرفض الدائم في إسرائيل، وهو نتنياهو، بن جفير، تيموتريتش. الموضوع حضرتك أصبح سخيف جدا في تكراره. حكومة نتنياهو تكرر جميع أخطائها، وتكرر تقديراتها الخاطئة، وتكرر قراراتها الخاطئة المتخذة على الأرض، وتكرر الخطأ في تسيير الأمور وفي المواقف. النهاردة حضرتك 7 سبتمبر، بمعنى بدأنا اليوم الأول في الشهر الأخير من مرور عام على العدوان. ونتنياهو عمل مؤتمرين صحفيين الأسبوع الماضي عشان يحتوي المشاركة بتاعة الإسرائيليين في المظاهرات وفي الاحتجاجات ضد حكومته، المظاهرات اللي ملأت المدن الإسرائيلية وخاصة تل أبيب، وهو في الحقيقة يسوف الأمور وبيحاول خلال المؤتمرين يقنع شعبه بأنه ليس هو السبب في التوصل لصفقة، ويتهم بيها الجانب المقاومة، ومبرراته أغلبها كاذبة، ويتبع أساليب تضليل وتمويع عن الحقائق. وعلى فكرة هذه الشخصية زي ما حضرتك قلتي هو بارع في الكذب وبارع في التضليل، وكلها أوهام يحاول تصديرها. وحاول إقناعهم بالبقاء في هذا المحور اللي هو بنسميه إحنا محور صلاح الدين، إنه هو مسألة استراتيجية بالنسبة لهم، رغم إن رد عليه وزير دفاعه ورئيس الأركان السابق وقالوا هي ليست مسألة استراتيجية. كمان هو بعت رسالة للإدارة الأمريكية نتنياهو بيشير فيها إن الجيش هينتشر على طول محور صلاح الدين، وبيرفض الانسحاب إلا في إطار حل دائم. طب ما هو انا ارد عليه واقول له الحل الدائم في ايدكم انتوا كحكومه يمين متطرف رافضين هذا الحل، الحل الدائم في تنفيذ القرارات الدوليه، الحل الدائم بوقف اطلاق النار، الحل الدائم في السلام، وليس الحل الدائم فيما يدعيه من اكاذيب. وطبعا رد عليه جميع الكتاب والصحفيين الإسرائيليين نفسهم. من زمان حضرتك، مش برضو أما استمر 8 شهور ويبدأ يتكلم عن محور صلاح الدين. طب ده احنا يوم 22 أكتوبر في 23 في صحيفتهم هي نفسها، صحيفة إسرائيل، يوم 22 أكتوبر مراسل الشؤون العربية شهار كليمان أشار أن الرئيس السيسي وجه ضربة قوية إلى الأنفاق وهدم 1900 نفس، وان القاده المصريين، ده في صحيفتهم، الكلام ده في صحيفتهم، لم يدخروا جهدا او اي وسيله لتدمير الانفاق، سواء بالقصف الجوي او الانفجارات المسيطره عليها او اغراق بالمياه وخاصه مياه البحر. واعترف الكاتب نفسه بان مصر تمكنت من تحقيق هذه الاهداف تماما. يعني عايز اقول لحضرتك هو بيتكلم عن سلاح بيتهرب، سلاح ايه؟ ده ببساطه كده نقول المقاومه تمتلك المعرفه. يعني ايه تمتلك المعرفه؟ يعني تمتلك التصنيع. هو بنفسه شاف 40 مكان تحت الارض فيهم الاسلحه وفيهم المصانع الحربيه اللي بتصنع حتى الصواريخ. اذا طالما المقاومه امتلكت المعرفه
إذا التصنيع شغال، إذا مفيش أي تهريبات، التهريبات دي ده بالمسح عندهم هم اللي هم عملوه باعترافهم بجميع وسائل الإعلام عندهم، وقناة 12 أعلنتها، وجميع يدعوت أحرنوت أعلنتها، وهائركس أعلنتها، إن المسح قال إن الأنفاق دي لم تستخدم منذ سنوات.